السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ يربي هاد لافي ديالكم بخير وعلى خير. جيت معاكم البنات باغا نصاوب واحد غريبه ديال مرمده في كوك كوكو ايفيني ولا اللوز ايفيني. انا عندي هنايا اللوز ايفيني، ها هو البنات 4 صفار ديال البيض، ها هو، والبيض غنخليهم نفندو فيه الغريبه ديالنا. ها هو عندي 4، عندي 2 كيسان ديال الزيت، ها هما 2 كيسان ديال الزيت، عندي 2 كيسان ديال السميدة، 2 خمارات، معلقة ونص ديال كريم باتيسري، عندي هنا شي 2 معالق ولا 3 كبار ديال الزبيب مفزق ومقطع، عندي فواكه معسلة هي، عندي النكهة ديال الليمون، عندي 4 ديال الزبدة هي ما قطعتهاش هي قطعة، وقبيصة ديال الملح البنات هانتوما كتشوفو فيها. وهاد الغريبة هادي راه كتجي زوينة وكتجي هانتو كتجي زوينة، وراه فايتة حاطة معاكم في القناة. هي طلبتني واحد البنت قالت لي لا لا درتيها صورها معانا. هادشي اللي كاين البنات، نبداو على بركة الله. هما 4 صفار ديال البيض، ندير البنات حتى عندي فيها نص كيلو، 250 غرام ديال السمدة. جوج كيسان ديال السنيدة، كاس العنبة، فهمت؟ والدقيقة البنات راه عندي 1 كيلو غرام ديال الدقيق، ولكن ما غاديش ندخلو كامل، نشوفو واش غيدخل لينا كامل ولا ميدخلش. معلقة ندير الزبيب ديال الليمون، كتجي البنات ساهلة وكتجي بنينة. نجربوها
الفواكه البنات راه انا اللي مصوبه، راه عندي في القناه ديال القشور ديال الدلاع، تبقاوش ترميوهم، كنديرهم في الكونجي وكنخليهم. دابا غنبداو في الدقيق ديالنا ولا الطحين، ها هو راه مغربل، ونشوف شحال غيدخل ليا. البنات هي كتكور، ما نزيدوش فيها الطحين، هو هذا تكور لينا مزيان. دابا نتوما البنات انا كندوز في الغريبه ديالي، كندوزها كامله عاد نبدا ندوزها في البيض ديال البيض و في الندافع. هاهي باش نمشي الخدمه نقيه، بغيتو تمرمدوها كاملة مرمدوها، بغيتو تمرمدو لها غير الوجه ديالها غير هكايا نتوما. نكمل البنات ونرجع معكم. كملت، دابا غندير الفران ان شاء الله طيب، نكمل معكم ونكمل الاخرين تا هما دي بعد هذه الفران. البنات الغريبة ديالنا خرجناهم من الفران،
نديرو فيها سميتو غير بشويه باش من باش من طيحوش لها. باش تعطينا داك اللمعان لاطر اخرى راه في الفران كطيب. نوريكم لاطر اخرى راه هي طاتنا تقريبا شويه لاطات شويه لاطرنا طيب. ايوا صافي قلت لكم البنات ملي كندهنو بالمطباج محدة سخونة باش هداك يشد لينا ما يطيح ما والو. البنات هادشي اللي كاين نتمنى الله تعجبكم، ما تنساوش ليا لي جيم وبارطاج والله يسر ليا وليكم. السلام عليكم.